تفقد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس الحالة الأمنية ومنظومة العمل بإدارة الحماية المدنية في المحافظة، كما استقبل شحاتة بمقر الإدارة عددا من طلاب المدارس في إطار التوعية بدور رجال الشرطة وفرق الأطفاء والمفرقعات، فيما قدم الطلاب التحية لأفراد الشرطة على جهدهم لحماية أمن الوطن. بيتواصل معاه عشان يعرف مكانه بالظبط. تمام. انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البالون الدولي بمشاركة 11